خوفا واغرس فكرة لا تيأس. اليوم الرابع من رمضان الموافق 14 من مارس عام 2024، لا زالت حملتنا الإغاثية التي تدشنها الإغاثة الإنسانية فرنسا مستمرة لإخواننا في قطاع غزة. في هذا اليوم نقوم بتجهيز هذه الطرود الغذائية مما توفر من مواد أساسية في محافظة شمال قطاع غزة لتوزيعها على الأسر النازحة والأسر المتضررة جراء المجاعة التي تضرب محافظة الشمال. فندعوكم إلى بذل مزيدا من صدقاتكم إلى صالح لهؤلاء المستضعفين في محافظة الشمال وفي قطاع غزة. شباب اليوم غدا أفضل.